بشار اليوم جتنا بالجيد الغالي ولدنا لمسات رنيم هلت الفرحة علينا نحمدك يا رب البرية مرحبا به مرحبا به جايته مثل السحابة خير وافرح هنية أول افرح والدينا من سنين المحترينا لا العمر بسمه وزينا وهبه من ربي وهدية لمسات رنية مرحبا بك يا قمرنا لكل جديد يا غلانا يا سعدنا بشفتك يكبر فرحنا ودارنا يشع ضياء كالملك ويا ما شاء الله يحفظك رب البرية لكل جديد وحصري كالعسل والشهد وأحلى ومن جميع الناس أغلى والعمر بوجودك أحلى حي هذا الشوف حيا قرة عيون الحبايب لكل جديد والأهل ويا القرايب يا عسى أيامك مدية يحفظك ربي من العين جعلك إمام المصلي وتكبر على صلاح والدين كل أيامك هنية يا ولد شيخ المراجل من عربنا السلايل له مع الناس قبلية والختم جعل السعادة في حياتك دوم عادة فالعمر تفرح زيادة يا حفي دهلا الحمية البشار اليوم جتنا بالجيت الغالي ولدنا واستوديو لمسات هلت الفرحة علينا نحمدك يا رب البرية مرحبا به مرحبا به جايته مثل السحابة خير وافرح هنية أول افرح والدينا لمسات رنيم من سنين المحترينا لكل جديد وحصري لا العمر بسمه وزينا وهبه من ربي وهدية مرحبا بك يا قمرنا يا غلانا يا سعدنا بشفتك يكبر فرحنا ودارنا يشع ضياء ما شاء الله يحفظك رب البرية كالعسل والشهد وأحلى ومن جميع الناس أغلى والعمر بوجودك أحلى حي هذا الشوف حيا قرة عيون الحبايب والأهل ويا القرايب يا عسى أيامك مدية يحفظك ربي من العين لمسات رنية جعلك إمام المصلي وتكبر على الصلاح والدين كل أيامك هنية يا ولد شيخ المراجل من عربنا السلايل له مع الناس قبلية والختم جعل السعادة لكل جديد في حياتك دوم عادة فالعمر تفرح زيادة يا حفي أهلا الحميان